أعزائي مشاهدي جريدة الوطن، الآن أمام برج حمام سقط في مدينة المنصورة من تأثير الأمطار الغزيرة التي سقطت أمس. ومعنا الآن الأستاذ السيد كمال صاحب البرج، يعني ربنا يعوض عليك يا أستاذ السيد. الحمد لله. إيه اللي حصل وقتها يا أستاذ السيد؟ اللي حصل ان الشتاء شديد جدا، ف الابراج كلها اللي في الحته وقعت، فالحمد لله يعني. سقط برجين في حمام في الوقت ده في نفس الشارع. يعني سمعت ان ابنك كان موجود في البرج. الحمد لله اللي ربنا سطرها معايا. ايه اللي حصل بعد سقوط البرج؟ ولا حاجه، الكهرباء قطعت، كل الكهرباء قطعت والدنيا حصلت كلها والعربات اتكسرت الحمد لله يعني. كم عربية تقريبا اتكسروا فيها؟ تقريبا 5 6 عربيات. يعني البرج ده بتاعك من زمان يا استاذ سيد؟ البرج ده جامد، مش شايف يعني. طبعا. هي طبعا كارثة طبيعية يعني. يعني وقت البحث عن الحاج محمد الله يرحمه، ايه اللي حصل؟ احنا كلنا كنا بندور على الحاج محمد لانه اخونا الكبير وراجل محترم يعني. ابونا مش اخونا كمان. الله يرحمه. الله يرحمه كان راجل يعني اب لنا كلنا. ايه اللي حصل لما وقع هو يعني؟ اللي هو ايه بقى؟ لما الحاج محمد وقع من البرج، سمعت اللي هو قعدتوا تدوروا عليه فتره يعني؟ لا، هو البرج وقع بيه بحاله، فاحنا قعدنا ندور عليه لغايه لما جبناه. حتى قد ايه؟ بس هو للاسف ما فيش اي حد من المسؤولين جه. مفيش اي حد جه هنا خالص. والكهرباء لسه قاطعه؟ مفيش الا تقريبا الاستاذ احمد الشرقاوي بس اللي جه، كان واقف معانا شويه كده. انت خسارك كتير في البرج طبعا. شايف حمام ميت وحاجات؟ هو الحمد لله. اي كلام يتقال؟ ما فيش اي كلام يتقال يعني. الحمد لله. والحمد لله اللي ربنا نجى ابنك يعني. الحمد لله طبعا. ايه اللي حصل؟ هو كان فوق، ايه اللي حصل؟ مفيش، هو حصل هواء فهو نزل تحت، فقدر الله ان البرج يقع بمجرد ان هو نزل يعني. نزل قبل ما يقع البرج مباشرة؟ مفيش دقيقة واحدة. الله ربنا يعوض عليك يا حاج. يا رب. شكرا حاج سيد. طبعا ده اثار سقوط البرج، الاخشاب بتاعته وفيه بقايا الحمام الناخب. يعني في اعداد كبيره من الحمام الناخب في المكان، وطبعا على بعد امتار منزل الحاج محمد حسان الذي توفي اثر سقوط البرج. وفي نفس الشارع معانا عربيات تحطمت بسبب سقوط البرج الحمام. طبعا عندنا مش برج واحد فقط اللي سقط، لكن عندنا برجين حمام، ودي احدى السيارات اللي اتحطمت في الواقعه، ومعانا صاحب احدى السيارات. يعني ايه اللي حصل يا استاذ احمد؟ من والله مش هو ساعات الشتاء الجدار والبرج وقع عليها، حصل زي ما انت فجأة كده مع الأمطار سقط البرج عليها. طيب يعني هل حررت محضر؟ هل الوضع ايه اللي حصل معاك؟ هو زي ما انت شايفين لسه ما عملتش حاجة. كم عربية تضرروا في الشتاء ده؟ خمس عربيات هنا في المنطقة. ربنا يعوض عليك. طبعا 5 سيارات في منطقة الحسينية تضرروا من وضع الأمطار اللي سقطت امبارح في مدينة المنصورة، بخلاف أضرار أخرى لحقت على العديد من السيارات. ما هو بيتأمن عليها طبعا.
هو دي مش حادثة عليه هو؟ Good job.